ايه مقادير اول وصفه البلاك بيبر تشيكن او الفراخ مع الفلفل الاسود. عندي الصدور المخليه هقطعها شرايح، عندي فلفل الوان، عندي بصل وكمان ملح وفلفل وخل العنب النشا، وعندنا مرقة الدجاج، صويا صوص، ثوم، جنزبيل مبشور، وزيت السمسم، بقدونس، وهنقدمه مع الرز البسمتي اللذيذ جدا. اول حاجه عايزه اعملها هنا في الفراخ ان انا اتبلها تتبيله سريعه جدا وننزلها في الزيت بتاعنا. هحط هنا كده الزيت، وهجيب هنا النشا كده، هخلي شويه هنا، ويلا بينا. من الوصفات اللذيذة جدا في نفس الوقت برضو مختلفة كده، وإيه والفراخ مع الخضار والتتبيلة اللذيذة دي بتطلع حلوة قوي. تعالوا نشوف هنعمل إيه. يلا بينا. هحط أول حاجة كده الملح مع الفلفل، وهحط شوية من الثوم، وهقلب كل ده كده مع بعض، وبعدين هنزلها مع النشا كده، بالشكل ده. وبعد كده هجيبها بقى للايه، للزيت، تاخد التسوية بتاعتها اللذيذة. بالشكل ده اهو كده، تاخد تشويحة حلوة. طبعا الفراخ بقى ما فيهاش هزار، لازم تبقى مستويه 100%، ما فيش نص سوى، ميديم بتاع، ما فيش كلام ده. فراخ يعني لازم تبقى مستويه حلوه قوي، فاحنا هنا لازم نتاكد ان انا ايه الفراخ بتاعتي سواها 100%. اهو بالشكل ده كده، ولا حاسه مش هحتاج انقلها في حاجه اصغر. تعالوا نحط على طول الحاجه معاها، وهي بقى في نص او تلات ارباع خلاص استوى كده، اهو هبدا انزل بالبصل معاها والجنزبيل، شوية من الثوم، الخضرة، والفلفل الألوان، وهقلب كويس قوي، كلهم بياخدوا السوا مع بعض بشكل جميل. شايفين كده الجمال؟ ونسيبها تستوي مظبوط وحلو. هنزل كده بالصويا صوص بتاعي، بالايه، خل، وبعدين مكعب الايه، المرقه كمان اهو، ونقلب. وزيت السمسم خليها تتشوح تشويحة،
كده. نسيبها بقى عشان السوا يبقى مظبوط. هنحط الملح وهنغرقها فلفل اسود. وبنقلب كويس قوي الكلام ده كله مع بعض. كده وايه، بضيف شوية مية خفيف قوي.